السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. تعالوا كده النهاردة نعمل مع بعض شوية فطاير حلوة قوي للفطار وللعشاء. هنعملها بطريقة بسيطة خالص، مكوناتها بسيطة، يعتبر مش هنشتري حاجة من برة، والنتيجة بتاعتها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بصوا قد ايه الفطاير خفيفة وهشة، وزي ما انتوا شايفين كده الحشوة بتاعتها كمان حشوة بسيطة ما شاء الله، حلوة قوي ومش مكلفة. مع كوباية شاي كده الصبح في الفطار أو في العشاء حلوة قوي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع بعض على طول. هنا عندي نص كوباية من المية كده، هدوب فيها معلقة كبيرة كده من الخميرة، معلقة أكل كبيرة مليانة من الخميرة، وأحط معاها كمان معلقة كبيرة كده من السكر، سكر حبيبات عادي. هقلب كده السكر مع الخميرة كويس، معلقة السكر طبعا علشان تنشط معانا الخميرة، وهركن الخميرة كده شوية كده على جنب تتفاعل مع بعض. هنا انا هشتغل في العجان، ممكن طبعا تشتغل على ايدك مفيش اي مشكلة، بس انا هشتغل في العجان لاني بصراحة كتفي تعبان ومش قادرة خالص ان انا اعجن منه. هنا انا حطيت 3 كوبايات ونص من الدقيق، كوباية كده بتاعت المج بتاع الشاي اللي هو العادي، 3 كوبايات ونص تقريبا. طبعا انا نخلة الدقيق طبعا قبل ما استخدمه، دي كده كانت النص كوباية. هحط هنا كوباية من اللبن، بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق حطيت كوباية مليانة كده من اللبن الحليب. انا مش هاخد يعني انا حطيت نص كوباية تانية بس مش هاخدها كلها، انا اللي هستخدمه حوالي كوباية وربع من اللبن. تمام، انا حطيت كوباية ومعلقتين كده، وهخلي بقية النص كوباية جنبي عشان اشوف الاول ملمس العجين، مش هحط سوائل مرة واحدة. بعدين انا كده كمان كنت لسه هضيف كمان الخميرة اللي في المية، او زي ما انتم شايفين كده بدأت انزل بالخميرة بعد ما اتفعلت، هي تقريبا كانت نص كوباية كده او اقل من نص كوباية مية، يعني 3 كوبايات ونص من الدقيق خدوا معايا سوائل، خدوا كوباية وربع تقريبا لبن كله على بعض، وكوباية وربع لبن، واقل من نص الكوباية كده بشوية صغيرين مية. بصوا انا هنا بحط ايه، معلقة كده بمعلقة، يعني حاجة بسيطة خالص. انا كنت هنا مخلية جنبي نص كوباية، النص كوباية دي مش هاخد منها الا تقريبا نصها، يعني اللي استخدمته في اللبن حوالي كوباية وربع بس من اللبن. تمام، هعجن بقى كويس جدا. اهم حاجة بقى مرحلة العجن دي تعجني كويس جدا. انا خدت كده عجن بالعجان حوالي 7 دقايق، 7 دقايق في العجان. المخبوزات عامة اي مخبوزات بتعمليها لازم تعجنيها كويس جدا، هتخدمي العجينة كويس هتدي معاكي نتيجة حلوة. انا هنا حطيت معلقتين زبدة، دي زبدة فيرن، حطيت كده معلقتين مليانين زي ما انتوا شايفين. لو عندك زبدة فلاحي او سمنة فلاحي حطي معلقتين برضو كبار كده مليانين. في المرحلة دي وانت بتعجني هتلاقي العجينة بدأت تتقطع منك كده، ما تقلقيش خالص اعجني فيها وهي هتلم معاكي تاني. انا بحب استخدم الزبدة او السمنة البلدي، لكن لو مش متوفر عندك استخدمي اي سمنه عندك انت بتستخدميها، او استخدمي ربع كوبايه من الزيت، بس هو طبعا الافضل الزبده او السمنه الفلاحي، بتدي طعم حلو قوي للمخبوزات. بصوا العجينه ما شاء الله بتفضلي تعجني فيها، العجينه بتبقى طريه كده زي ما انتم شايفين وناعمه، وبتمط كده زي ما انتم شايفين. لو ما فيش عجان هتبداي تعجني عجن عادي، انا برضو حبيت كده اوريكم لما تعجني بالطريقة اللي انا بعجن بها ديت، العجينة برضو تتعجن معاكي كويس وتتخدم كويس وتعملي عرق كده للعجينة. اهم حاجة ان انت تعملي عرق كويس للعجين، فالحركة دي تعمل عرق حلو قوي للعجين. بصوا العجينة بتمط عاملة زي اللبانة بالظبط كده، هي اتخدمت كويس جدا. انا اسيبها بقى ترتاح شوية بصراحة، لان هي تعبت من المجهود اللي انا عملته فيها، فهسيبها بس ترتاح شوية، مش هسيبها تخمر قوي. انا هشتغل فيها على طول لان الجو عندي في المطبخ حر قوي، فكده كده هتخمر معايا وانا بشكلها، فانا بس هسيبها ترتاح تقريبا 10 دقايق وهشتغل فيها على طول. هريحها 10 دقايق بس عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بسهولة. هنا الحشوة بتاعتي جبنة بيضة قديمة، وهقطع عليها كده كم قرن من الفلفل،
تمام. الحشوة طبعا على حسب ما انت عايزة، بس دي كده ابسط حاجة ممكن نحشيها. طبعا حاجة كده موجودة في البيت، مش هنشتريها من بره، وحاجة مش مكلفة. فلو انت بتحبي اي حاجة او عندك اي حاجة في البيت متوفرة عايزة تحشيها، العجينة ما شاء الله يتحشى فيها اي حاجة تبقى حلوة. يعني لو جبنة رومي او لانشون او عجوة او اي حاجة انت بتفضليها، بسطرمة، اي حاجة انت عايزاها ممكن تحشي بيها الفطاير دي. انا هنا هحشيها بالجبنة كده على على الفلفل، وطبعا لو حابة تحطي زيتون، لو حابة تحطي حبة البركة برضو هتبقى حلوة قوي، بس انا ما حطيتش عشان عندي الولاد مش بيحبوا الزيتون، حد منهم يعني، فاستكفيت ان انا احط بس فلفل على الجبنة. هبدأ كده بقى اخد العجين واكوره، اعمله كور صغيرة. طبعا الكورة بتبقى على حسب حجم الفطاير اللي انت عايزاه. انا هخلي الكورة كده اكبر من حجم الليمونة كده، حاجة بسيطة، حجم الليمونة الكبيرة يعني. وطبعا لو عندك اطفال بيفضل ان انت تعملي الحاجة صغننة علشان الطفل ياخد القطعة ياكلها على بعضها ما يبقيش منها حاجة. طبعا احنا عارفين الولاد الصغيرين لو اديت لهم حاجة كبيرة شوية عليهم هياخدوا منها قطمة ولا قطمتين ويسيبوها، فكل ما كانت الحاجة صغيرة في ايديهم هياكلوها ويخلصوها على طول. فانا عملت الحجم ده، الحجم ده كان مناسب ليا، فانتي برضو على حسب شوفي ايه المناسب ليكي واعمليه. خلصت كده العجين كله، الكميه كلها، وهغطيه وهبدا اشتغل فيه على طول. بس انا هبدا اشتغل من اول كوره انا عملتها، تكون ارتاحت معايا فهشتغل فيها على طول. حطيت بقى كده هنا دقيق على الرخامه، وهفرد على الرخامه على طول بالنشابه كده، وبفرد فردة العجين، ما بتبقاش يعني مش برقق العجين قوي يعني، يا دوب بفردها بس كده فردة بسيطة. بحط الجبنة في النص وببدأ اتني من الجنبين كده زي ما انتوا شايفين، وهلفها كده اكني بلف ساندوتش. بصوا الطريقة سهلة جدا، ما فيش فيها اي حاجة. هنعمل مع بعض برضو كذا واحدة. بفرد كده العجينة يا دوب بس فردة كده بسيطة بالنشابة، مش برققها زي ما قلتلكوا، يعني مش عايزة الرغيف او العجينة تبقى رقيقة قوي، يا دوب بس فردة بسيطة. وبحط الجبنة وبتني كده، بقفل على الجبنة كده ايه من ناحيتين، وبعدين بلفها زي السندوتش. اكمل بقى بقية الكمية كلها بنفس الطريقة، بقفل من الجناب وبلفها كده زي السندوتش. سهله جدا، ما خدتش اي حاجه. الكميه الدقيق اللي انا استخدمتها حوالي نص كيلو تقريبا من الدقيق، وما شاء الله عمل معايا كميه حلوه قوي. وزي ما اتفقنا الحشوه دي ترجع لك انت، اي حشوه انت عايزاها هتعمليها بنفس الفكره وبنفس الطريقه، هتطلع حلوه قوي معاكي. هنا انا خلصت الكميه كلها، حطيتها على الصاج. انا ما دهنتش الصاج اي حاجه خالص، حطيت كده على طول، وبرده مش هدهن الفطاير حاجه. عايزه تدهني الفطاير لبن او عايزه تدهنيها بيض براحتك، انا ما دهنتهاش حاجه وسبتها زي ما هي كده. دخلتها على الفرن، طبعا انا كنت مسخنه الفرن قبل ما احطها كده بحوالي 10 دقايق او ربع ساعه، لازم الفرن يكون سخن. وحطيتها على الرف اللي في النص، والساق تقريبا خد ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير، ما زادش عن كده، وما شاء الله طلع زي ما انتوا شايفين كده. لو الفطاير بتاعتك احمرت من تحت ولقيتيها لسه ما احمرتش من فوق، ممكن تشغلي لها الشواية ثواني بس. بصوا ما شاء الله الفطاير طلع حلو قوي، الكمية ما شاء الله كده، مش دي الكمية كلها كمان على فكرة، كانت تاكل والله منها كمان قبل ما اصور. ما شاء الله حلوة قوي، خفيفة وبسيطة، ما خدتش اي مجهود ولا خدت اي وقت خالص. الحشوة بتاعتها ما شاء الله، بصوا من جوه عاملة ازاي. جربوها ان شاء الله تبقى حلوة معاكم وتبقى ناجحة معاكم وهتعجبكم. ممكن تحطيها بقى في كيس كده وتعينها في الفريزر لو انت عاملة كمية، ولو مش عاملة كمية هتحطها في كيس تحتفظي بيها وتاكلي منها، ما شاء الله حلوة قوي. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك طبعا والاشتراك. باي باي.